السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله. أكمل بقية الشرح لكم واقفين عنده. هنا فاتحين هنا شاشة النت بينز الويلكم بيج بتاعتنا، تمام. خش هنا في الجنب على بروجيكتس، تمام، كليك عليها. نبدأ نفتح البروجيكت بتاعنا، كان تقريبا فيرست بروجيكت أنا ما أعتقد، بلس سورس باكجز و فيرست بروجيكت. فيرست بروجكت دوت جافا اللي هو السورس كود بتاعنا. طيب احنا كنا واقفين عليها اللي هي ازاي ان انا بقدر اعمل امبورت للكلاس اللي اسمه سكانر من داخل الباكج اللي اسمها جافا ديتيل. كان الامر او الكلاس السكانر ده كان جواه بعض الميثودز الجاهزه اللي بقدر عن طريقها ان انا اعمل ادخال او عمليه انبوت من اليوزر للايه للبروجرام بتاعي. عرفنا ازاي بنعمل اشنلايز للفاريبل او بنكاريت اوبجكت من الكلاس ازاي، خلينا على انيشلايز، تمام. عرفنا هنا ان كلمه نيو بتستخدم في ان انا بكاريت اوبجكت من كلاس، وقلنا هنتكلم عن كل ده بتفصيل في الاو او بي، بس كان معرفه سريعه بس بحيث ان مبقاش بتكتب وخلاص، تبقى تكتب على الاقل تبقى عارف انت بتكتب ايه. وعرفنا ان هنا الامر اللي هو سيستم دوت ان ده بالنسبه لي اللي هو بيعرف الكومبايلر او البرنامج ان انا هستقبل داتا من اليوزر عن طريق ايه، عن طريق الكيبورد. برضو كنا اتكلمنا عن حكايه اللي هي الارثماتيك اوبريشنز اللي هي البلس والايك البلس والماينس والديفيجن والمود والكلام ده كله. كنا بنشوف كنا برضو اتكلمنا عن البريوريتي بتاعتها ايه، بتنفذ قبل ايه والكلام ده كله. مش النهارده عايزين نتكلم في حاجه تانية خالص. هل لما انا بكتب برنامج مثلا عايز احل مشكله معينه، طيب اي مشكله ممكن بتقابلني في البروجرامنج بتبقى عباره عن مشكله مطروحه وانت بتبدا تعمل ديزاين للحل بتاعك. طيب كويس، هل الحل بتاعي ده على طول بيتنفذ؟ يعني انا مثلا عايز اكتب مثلا في عندي حاله 2 3، هل لما اكتب الكود هجبر البرنامج ان هو ينفذ الخمس ست حالات اللي عندي مثلا، ولا في شروط معينه انا بحطها للبرنامج بيمشي عليها بحيث والله انك بتخش انا عايز الحاله واحد دي تتنفذ في وقت معين، فلو الشرط او الوقت ده اتحقق خش نفذها، ما اتحققش خلاص يبقى انت تتفاداها وتخش على الستيب اللي بعدها او الستمنت اللي بعدها. كويس جدا. في حاجه عندنا في البروجرامنج كونسبت اسمه الكنترول ستيتمنت. طيب جواه حاجه اسمها الكونديشنز او الشروط بتاعتك. طيب الشروط دي بتتحقق لما اكون انا عايز تتحقق، ومش بتتحقق لما اكون مش عايز تتحققش. يعني لو انا عايز البرنامج بينفذ حاجه معينه مثلا، انا بخش اتشيك عليها، والله لو القيمه اللي بعتها لك دي زي ما انا عايزها ابدا ان انت تشتغل فيها، مش نفس القيمه او بتديك عكس القيمه اللي انت محتاجها خلاص بتبدا انك تتلاشى القيمه دي، واكن الكومبايلر مش شايفها بيبدا ان هو يتغاضى عنها. من أمثلة الكنترول ستيتمنتس اللي عندنا، عندنا حاجة اسمها الإف سنجل إف، عندنا حاجة اسمها نستد إف، عندنا حاجة اسمها إف إلس، عندنا حاجة اسمها نستد إف إلس، عندنا حاجة اسمها إف إلس إف إلس. التلات حالات هنشتغل على كل حالة من دول، هناخد عليها مثال ونشوف بتشتغل ازاي، هما كلهم يعتبر اسطمبة واحدة. يعني عندنا حاجة برضه اسمها الكونديشنال أوبريتور اللي هو علامة الكوتيشن مارك ووراها كولون، هنشوفها برضو وهنشوف ازاي او ايه الفرق بينها وبين نستخدم الاف الس عموما، وانهي الاسهل وانهي الاوفر معايا في الكود. واخيرا في حاجة اسمها السويتش، هنستخدم السويتش دي في ايه وايه برضو الفرق بينها وبين الاف الس والكلام ده. طيب مبدئيا كده عايزين نعمل نبدأ الاول نعرف ازاي بنهندل او بنكتب الكود ازاي. اول حاجة الاف، بنكتب اف عادية جدا، تمام. نفتح هنا قوسين و كيرلي براكتس بالشكل ده، ده بالنسبة لي كده كتبت الاف. انا كده عملت اف كونديشن، تمام، يبقى اف والقوسين دول، وبعد كده بعمل هو الكيرلي براكتس. في حاجة برضه عايز اقولها في حكاية الكيرلي براكتس دول، في اي كنترول سيجمنت انت بتشتغل عليها، تمام، لو انت لو الاف مثلا في شرط هنا بيتحط هنا، يعني جوه الاف هنا بيبقى فيه كونديشن معين، هنا كده بيبقى فيه كونديشن معين بيتنفذ.
لو الكونديشن ده مثلا بيرجع لي ترو، او انا عايز اللي جوه الاف ده يتنفذ، فهضطر ارجع الكونديشن ده ترو، يعني يعني الكونديشن ده اتحقق معايا، فابدا بقى انفذ له. طيب فلو انا هنفذ سطر كل واحد، سطر واحد، ممكن ما اعملش التو كيرل براكتس، ممكن اشيلهم خالص. لكن لو انا هنفذ اكتر من سطر، اكتر من صدر برمجي، لا لازم احطهم بين القوسين دول او بين البلوكس دول. ليه؟ لان لو انا مثلا عندي مثلا انا بعت لك مثلا بتشيك على باسورد حد، فبقول مثلا الباسورد مثلا في ارقام وحروف مش عارف ايه وبتاع، فخش بقى ايه، احط لي مثلا الباسورد ده للشخص الفلاني والاي دي ده بتاعه، فبعمل كذا كذا سطر كود او كذا كذا ستمنت بنفذها. تمام، هل ده ينفع ان انا اكتب اف من غير البلوكس دي واكتب تحت؟ لا، في الحاله دي هو يقرا اول سطر كود بس، اول سطر كود هيشوفه بعد الاف هو ده اللي هينفذه داخل الاف، او هيعتبره جزء من الاف ستيتمنت. بعد كده هيبقى عباره عن سطور برمجيه عاديه جدا ملهاش اي علاقه بالاف ستيتمنت. فلازم حكايه الايه، حكايه البلوكس دي تاخد بالك منها. فهنا بنكتب اف، كلمه اف عاديه جدا بتبقى سمول طبعا في اللور كيز، وتفتح القوسين دول وتكتب كوال كونديشنز اللي انت عايزه. تمام، وبتقفل بالايه، بالكيرلي براكتس بتاعتك. جميل. طيب ايه انواع الكونديشن اللي انا ممكن استخدمها، او انها اصلا ازاي بقارن؟ طيب في الكومبارزن عموما او في المقارنه بالعربي بتاعتنا كده، لما نيجي نقارن بين اتنين مثلا، بقول لك ايه، يقول لك ده هل ده بيساوي ده، طيب هل ده اكبر من ده، هل ده اصغر من ده، طب هل ده مش بيساوي ده، طيب هل ده اكبر من او بيساوي ده، طب هل ده اصغر من او بيساوي ده. دي كلها، معظمها دي كلها حالات مقارنه او تشيك عموما. هي مش مقارنه، هي نظام ان انا ايه بتشيك على حاجه، هل يا ترى الحاجه دي موجوده ولا لا. طيب بالنسبه للعلامات اللي قلت عليها، انت عندك هنا اليساوي عاديه جدا، بس في هنا حاجه، اليساوي دي لو كتبت سنجل سنجل يساوي كده، يعني يساوي لوحدها كده، دي معناها اللي هي الايه، الانيشالايز اللي احنا اتكلمنا عنها. زي هنا كده، هنا مثلا بعمل انيشالايز للاوبجكت او للفاريبل اللي اسمه ايه، من الكلاس اسمه سكانر، عشان كده عملتها يساوي واحد. طيب عشان ابدا اتشيك مثلا، عايز اقول له هو الواحد بيساوي الاثنين، فما ينفعش اكتبها يساوي واحده بس، اسمها يساوي يساوي او ايكوال ايكوال. في الحاله دي كده تو ايكوالز دو، دي معناها ان انا بقول له هل ده بيساوي، دي كده معناها. طيب عندنا بعد كده الاكبر من، طبعا الاكبر من طبعا من الشمال، وعندنا الاصغر من، وعندنا الاكبر من او يساوي، طبعا بكتب الاول اللي هو علامه الاكبر من حسب النط، اكبر من او يساوي، نفس الكلام اصغر من او يساوي، وعندنا اللي هي النوت ايكوال او اللي مش بيساوي، طبعا علامه النوت اللي هي علامه التعجب بيساوي، دي معناها نوت ايكوال او مش بيساوي. كويس جدا، دي الاوبريتورز احنا نستخدمها لما اجي ايه اعمل كونديشن معين. تمام. طيب إيه حاجه كمان برضو في البدايه، هل انا اقدر، هو انا ممكن اعمل كونديشن واحد ولا ممكن اعمل اكتر من كونديشن جوه اف واحده؟ انا اقدر اعمل كونديشن واقدر اعمل اكتر من كونديشن. طيب عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها الاند والاور. طيب يعني ايه اند ويعني ايه اور وايه وصفه كل واحده منهم؟ خلينا بس نعمل مثال بسيط الاول بالاف كونديشن ده، وبعدين اعرفك ازاي ممكن نعمل اكتر من كونديشن. طيب اجينا مثلا، خلينا نستغل اللي احنا خدناه المره اللي فاتت على هنا، وليكن مثلا هستقبل variable مثلا من نوع integer، فانا اقول له مثلا هنا int h مثلا equal a equal n dot next int. جميل. int h variable اسمه h نوع integer equal ال n او ال variable بتاع ال scanner dot next int، الميثود اللي هي بتعرف الكومباين ان انا هبدا استقبل داتا عن طريق في شكل integer. طيب فالويزر ده هيدخل قيمة، عايز اتشيك على القيمة دي. انا بقول له والله لو ال age ده، عايز اقول له لو ال age ده اكبر من 15، فده مثلا مثلا نقول اكبر من 20، يبقى ده مثلا ايه student مثلا. تمام، او اي حاجة مثلا ال age مثلا اكبر من 20. تمام، مثلا نقول له ايه برنت مثلا ويلكم اي حاجه، فاقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لين مثلا ويلكم ستودنت. تمام، طيب دي حاجه اسمها ايه، دي حاجه اسمها سنجل اف.
دلوقتي انا كتبت الاف سين وكونديشن معين. الكونديشن ده بسيط جدا، انا باخد قيم اليوزر بقول له والله لو القيمه دي اكبر من 20 اطبع لي ويلكم ستودنت. فلو جينا مثلا نختار رام، هو مستني مني قيمه، فانا هدخل له مثلا 25 وادوس انتر، قال لي على طول ايه، قال لي ويلكم ستودنت. طيب لو رنيت تاني دخلت مثلا 10 انتر، قفل البرنامج من غير ما ينفذ اي حاجه. ليه؟ لان هنا ما دخلش اصلا جوه الكونديشن، هو دخل هنا بس لان الايدج ده 10، هو هل هو اكبر من 20؟ لا، فبالتالي ما دخلش ينفذ اللي جوه البراكتس او اللي بعد الاف، فخرج خالص، خرج هنا. هل لقى حاجه؟ لا، خرج على طول من البرنامج. تمام، هي دي الفكره. انا بخش بتشيك على حاجه والله اتحققت، بنفذ اللي جواها، ما اتحققتش ولا اكني شايفها، بخش اكمل على اللي بعدها. جميل، دي حاجه اسمها اف. في حاجه تاني؟ في حاجه اسمها نست اف، ان بعمل اكتر من اف ورا بعض. اف مثلا كده نست اف دي مثلا وليكن نمسح بس اللي هو نمسح ده خالص. تمام، انا اعمل هنا اف. تمام، جميل جميل جدا. هنزل هنا سطر، هعمل جوه اف كمان اف كونديشن، والله اقول له مثلا اف الايدج ده اكبر من 20. طيب خلي الكونديشن ده، وخلي ده مثلا ال اكبر من 0. ايه اللي انا بقوله ده؟ وهنا ممكن ابدا اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين ويلكم. ايه اللي انا عملته ده؟ عملت حاجه اسمها نستد اف. انا دخلت هنا والله انا بقول له لو الايدج بتاعي اكبر من زيرو، يعني هو مش عدد نيجاتيف، تمام، فخش لجوه تشيك. عارف ده معنى ايه؟ معنى ده ان هو لو سالب مش هيخص اصلا التشيك هنا. طيب فانا دلوقتي مدخله مثلا رقم اكبر من الزيرو، رقم موجب، فيخش يتشيك هل الرقم ده اكبر من 20 ولا لا. لا اكبر من 20 هيطبع لي الكلمه دي، لا ايه غير كده خلاص هيخرج من البرنامج، او مش هيخرج، هو هيخرج عشان ينفذ بقيه الستمنت، بس انا كمان هنا مش كاتب اي حاجه، فهو هنا مش هينفذ. تمام، يعني هنا مثلا تقول ايه هاندل انذر كود مثلا. فأنا بس مثلا هنا رن، ولكن مثلا هدخل له سالب واحد، سالب واحد دي أظهر من صفر، فمش هيخش ينفذ الكونديشن، أو مش هيخش يشوف الكونديشن اللي تحت. طب دوس كده خرج من البرنامج على طول. طيب رن تاني واكتب له مثلا 30، بصان دخل فعلا تشك هل الايدج ده أكبر من 20 أو لا، فعلا أكبر من 20 فويلكم. طيب لو هنا مثلا دوسنا 5، الخمسة أكبر من الصفر بس أصغر من 20، فمش هينفذ برضو الستمنت أو الجملة اللي بعد الإف دي مش هينفذها، هو أصلا ده مش شايف. بدخل 5 ودوس إنتر، نفس الكلام برضو منفذتش. تمام، يبقى ده بالنسبة لحاجة اسمها الإف والإيه والنسب إف. طيب جميل، عايزين نعرف حاجة كمان اسمها الإف إلس. طيب إيه الإف إلس ده؟ بكل بساطة الاف اس ده ان انا بخش اتشيك على حاجة معينة، بقول له اف لو الشرط الفلاني اتحقق خش اعمل لي الستمنت الفلانية، الس معناها والا اعمل حاجة تانية، يعني لو اف اتنفذ اعمل، ما تنفذ اعمل الخيار التاني او الاوبشن التاني بتاعك. فانا مثلا هقول له اف ايدج مثلا اكبر من زيرو، ممكن تقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين مثلا بوستيف بوستيف، إلس نفس الجملة اطبعها له سوري
else خلينا بقى اكبر من او يساوي، فبقول له هنا والله لو الايدج ده اكبر من او يساوي 0 يبقى بوزيتيف، else غير كده يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن انه نيجاتيف. نيجاتيف تمام. فا اف else دي هو يخش هنا هيتشك والله الايدج ده لو طلع اكبر من او يساوي 0 هيخش يطبع لك كلمه بوزيتيف. طيب else يعني الكونديشن ده ما اتحققش هيخش جوه else ينفذ اللي بعديها على طول، هينفذ اللي في else اللي هي يطبع لك نيجاتيف. تعالى نرن مثلا هدخل 0 او ماشي 0، طبعا هنا في الاكبر من او يساوي في الزيرو فاعتبر الزيرو معايا بوزيتيف فيطبع لي كلمه بوزيتيف. طيب دخل مثلا سالب 8 وسالب 2 واتيفر ودوس انتر يقول لك نيجاتيف. طيب دخل 3 يقول لك على طول انها ايه؟ بوزيتيف. تمام تمام ده بالنسبه للاف والالس. في عندنا اف في عندنا if else تمام، وفي عندنا كمان حاجة اسمها ال if وال else if. طيب ال else if بتفرق ايه؟ بتفرق ان انا بخش اتشيك على condition تاني، يعني ال if ال else if بتاخد condition زيها زي ال if. يعني مثلا هنا لو جيت قلت له والله else if بالمرة على طول خليها في مثال واحد else if بالشكل ده ان ال age اصغر من الزيرو، فانا بقول له ايه؟ بقول والله if ال age بتاعتي اكبر من صفر يبقى بوزيتيف، إلس إف بحط له كونديشن كمان، بحط له كونديشن كمان بيخش يتشيك عليه، طب هل الإيدج ده أصغر من صفر؟ يبقى نيجاتيف، والله لا ده ولا ده اتحقق، بخش أقول له الخيار الأخير وهو إلس، وليكن مثلا وليكن مثلا أي حاجة، تمام، وليكن مثلا فاضي. هو والله يخش هنا يتشيك مثلا ده او ده ما كانش خالص مش هيعمل اي حاجه، بس مثلا ران لو اكبر من او يساوي، لو حتى لو شلنا حتى عشان تبان اكتر نشيل يساوي عشان تبان فايده الالس دلوقتي، بس انا مثلا دخل 5 قال لك الخمسه بوزيتيف، تمام، دخل سالب 5 قال لك الخمسه سالب 5 نيجاتيف. طيب دخل الزيرو، الزيرو لا هو اكبر ولا هو اصغر، فبالتالي هيطبع لك اللي هي ايه؟ السبيس دي. فلو دخلت صفر عملت طبعا معايا ايه؟ السبيس دي، بس عشان تبان حته الاف والالس اف والالس مع بعض، ان هو بيخش على الاف تشيك ما حصلش حاجه ينزل على الالس اف تشيك ما حصلش حاجه، ما قداموش غير ان هو يخش ينفذ اللي جوه الالس. تمام تمام، يعني لو دخل جوه الالس الاف او الالس اف ونفذ، لو حشرت من دول اتحقق من الشروط اللي انا بحط لها كونديشن معين، خلاص هو مش هيشوف الالس مش هيخش جواها. بيخش جواها امتى؟ لما الاف او الالس اف ما تتنفذ، في الحاله دي يقدر يخش على الالس وينفذ اللي جواها. تمام انا شايف ان كده بالنسبه للاف والالس اف والاف الس عموما الموضوع بسيط جدا ومفيش اي مشكله، مع التمرين بس هيظبط معاكم، بس عشان ما اطولش وقت الفيديو، وان شاء الله الفيديو الجاي هكمل هنت برضو عن الاف الس والكلام ده، هناخد نستد اف الس وهخش على السويتش وعلى الكونديشن اوبريتورز. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.